بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد والسير باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب الي انما كان ذلك في اول الاسلام قد اغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم واصاب يومئذ قال يحيى احسبه قال جويريه او قال البته ابنه الحارث وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذاك الجيش. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون بهذا الاسناد مثله، وقال: جويرية بنت الحارث ولم يشك. باب تأمير الامام الامراء على البعوث، ووصيته اياهم بآداب الغزو وغيرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حا وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له، حدثني عبد الرحمن يعني بن مهدي، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك.. فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا فسلهم الجزيه فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم اهون من ان تغفروا ذمه الله وذمه رسوله واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا قال عبد الرحمن هذا او نحوه وزاد اسحاق في اخر حديثه عن يحيى بن ادم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان قال يحيى يعني ان علقمه يقوله لابن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبه حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه وساق الحديث بمعنى حديث سفيان حدثنا إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن شعبه عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي خلف عن زكريا بن عدي اخبرنا عبيد الله عن زيد بن ابي انيسه كلاهما عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبه. وليس في حديث زيد بن ابي انيسه وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا ابي، حدثنا شعبه عن ابي التياح، عن انس، حا، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبيد الله بن سعيد، حا، وحدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. باب تحريم الغدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة، حا وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني ابا قدامه السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد، حدثنا أيوب حا، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارني، حدثنا عفان، حدثنا صخر بن جويرية. كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة. فيقال: ألا هذه غدرة فلان. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابني عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء يوم القيامة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل حا وحدثني عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن ادم عن يزيد بن عبد العزيز عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامه يعرف به يقال هذه غدره فلان حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامه يعرف به حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبه عن خليد عن ابي نضره عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا المستمر بن الريان حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. باب جواز الخداع في الحرب، وحدثنا علي بن حجر السعدي، وعمر الناقد، وزهير بن حرب، واللفظ لعلي وزهير، قال علي أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان. قال سمع عمرو جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعه. وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم: اخبرنا عبد الله بن المبارك اخبرنا معمر عن همام بن منبه. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعه. باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر، عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله. حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا وكيع بن الجراح عن اسماعيل بن ابي خالد، قال: سمعت ابن ابي اوفى يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد غير انه قال هازم الاحزاب ولم يذكر قوله اللهم وحدثناه اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه عن اسماعيل بهذا الاسناد وزاد ابن ابي عمر في روايته مجري السحاب وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن ثابت، عن انس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم احد: اللهم انك ان تشأ لا تعبد في الارض. باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امراه مقتوله في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة، قال: قلت يا رسول الله، إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين، قال هم منهم. وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار ان ابن شهاب اخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عن الصعب بن جثامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو ان خيلا اغارت من الليل فاصابت من ابناء المشركين قال هم من ابائهم باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قال أخبرنا الليث حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن نافع، عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويره مستطير وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها الايه وحدثنا سهل بن عثمان اخبرني عقبه بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. باب تحليل الغنائم لهذه الامه خاصه. وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن معمر. ح وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها ولما يبن ولا اخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقوفها ولا اخر قد اشترى غنما او خليفات وهو منتظر ولادها قال فغزا فادنى للقريه حين صلاه العصر او قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، قال: فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله، فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول: فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول: فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين او ثلاثة فقال فيكم الغلول انتم غللتم قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى راى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا باب الانفال وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ابو عوانه عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابيه قال اخذ ابي من الخمس سيفا فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا فابى فانزل الله عز وجل يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابيه قال نزلت في اربع ايات أصبت سيفاً فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نفلنيه، فقال: ضعه، ثم قام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته، ثم قام فقال: نفلنيه يا رسول الله، فقال: ضعه، فقام، فقال: يا رسول الله نفلنيه، أأجعل من لا غناء له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث اخذته. قال فنزلت هذه الايه: يسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه وانا فيهم قبل نجد. فغنموا ابلا كثيرة فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا او احد عشر بعيرة بعيرا ونفذوا بعيرا بعيرا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر، وأن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرا، ونفلوا سوى ذلك بعيرا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه الى نجد، فخرجت فيها فاصبنا ابلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية حا وحدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم وحدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير وحدثنا هناد بن السري حدثنا ابن المبارك حا وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب، قال: بلغني عن ابن عمر، قال: نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه بنحو حديث ابن رجاء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث: حدثني أبي عن جدي، قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن سالم عن عبد الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفذ بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. باب استحقاق القاتل سلب القتيل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح. عن ابي محمد الانصاري وكان جليسا لابي قتاده قال قال ابو قتاده واقتص الحديث وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتاده ان ابا قتاده قال وساق الحديث وحدثنا ابو الطاهر وحرمله واللفظ له اخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جوله قال فرايت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت اليه حتى اتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه واقبل علي فضمني ضمه وجدت منها ريح الموت ثم ادركه الموت فارسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس فقلت امر الله ثم ان الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك فقال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثه فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتاده فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه وقال أبو بكر الصديق لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطاني قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام وفي حديث الليث فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله وفي حديث الليث: لأول مال تأثلته. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف إن أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني احدهما فقال يا عم هل تعرف ابا جهل قال قلت نعم وما حاجتك اليه يا ابن اخي قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا قال فتعجبت لذلك فغمزني الاخر فقال مثلها قال فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل يزول في الناس فقلت الا تريان هذا صاحبكما الذي تسالان عنه قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال ايكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلت، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا، فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب. اخبرني معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فاراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فاخبره فقال لخالد ما منعك ان تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله قال ادفعه اليه فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل انجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها، ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه، فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك الاشجعي قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثه في غزوه مؤته ورافقني مددي من اليمن وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير انه قال في الحديث قال عوف: فقلت يا خالد: اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكني استكثرته. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني اياس بن سلمه، حدثني ابي سلمة بن الاكوع. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل على جمل احمر فاناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفه ورقه في الظهر وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد، فأتى جمله فأطلق قيده، ثم أناخه وقعد عليه فأثاره، فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي قال. غزونا فزارة وعلينا أبو بكر. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، امرنا ابو بكر فعرسنا ثم شن الغاره فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى وانظر الى عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت ان يسبقوني الى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما راوا السهم وقفوا فجئت بهم اسوقهم وفيهم امراه من بني فزاره عليها قشع من ادم قال القشع النطع معها ابنه لها من احسن العرب فسقتهم حتى اتيت بهم ابا بكر فنفلني ابو بكر ابنتها فقدمنا المدينه وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمه هب لي المراه فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، فقال لي يا سلمة، هب لي المرأة، لله أبوك فقلت هي لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدا بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة باب حكم الفيء حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن ابي شيبه قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن اوس عن عمر قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه فكان ينفق على اهله نفقه سنه وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عده في سبيل الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن معمر عن الزهري بهذا الاسناد وحدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي حدثنا جويريه عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار، قال فوجدته في بيته جالسا على سرير، مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم، فقال لي: يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ. فخذه فاقسمه بينهم قال قلت لو امرت بهذا غيري قال خذه يا مال قال فجاء يرفا فقال هل لك يا امير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد فقال عمر نعم فاذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي قال نعم فاذن لهما فقال عباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن فقال القوم اجل يا امير المؤمنين فاقض بينهم وارحهم فقال مالك بن اوس يخيل الي انهم قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر التئدا انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه قالوا نعم ثم اقبل على العباس وعلي فقال انشدكما بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقه قالا نعم فقال عمر إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استاثر عليكم ولا اخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ منه نفقه سنه ثم يجعل ما بقي اسوه المال ثم قال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمون ذلك قالوا نعم ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم اتعلمان ذلك قال نعم قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما تطلب ميراثك من ابن اخيك ويطلب هذا ميراث امراته من ابيها فقال ابو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقه فرايتماه كاذبا اثما غادرا خائنا والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي ابو بكر وانا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي ابي بكر فرايتماني كاذبا اثما غادرا خائنا والله يعلم اني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني انت وهذا وانتما جميع وامركما واحد فقلتما ادفعها الينا فقلت ان شئتم دفعتها اليكما على ان عليكما عهد الله ان تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك. قال: أكذلك؟ قال: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن مالك بن اوس بن الحدثان قال ارسل الي عمر بن الخطاب فقال انه قد حضر اهل ابيات من قومك بنحو حديث مالك غير أن فيه فكان ينفق على أهله منه سنة، وربما قال معمر: يحبس قوت أهله منه سنة، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة". حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه انها قالت ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اردن ان يبعثن عثمان بن عفان الى ابي بكر فيسالنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه لهن اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقه حدثني محمد بن رافع اخبرنا حجين حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه انها اخبرته ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابي بكر الصديق تساله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه بالمدينه وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه انما ياكل ال محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال واني والله لا اغير شيئا من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ابو بكر ان يدفع الى فاطمه شيئا فوجدت فاطمه على ابي بكر في ذلك قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، فلما توفيت، دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلى، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي. وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، فلما توفيت، استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحه ابي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الاشهر فارسل الى ابي بكر ان ائتنا ولا ياتنا معك احد كراهيه محضر عمر بن الخطاب فقال عمر لابي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك فقال ابو بكر وما عساهم ان يفعلوا بي اني والله لاتينهم فدخل عليهم ابو بكر فتشهد علي بن ابي طالب ثم قال انا قد عرفنا يا ابا بكر فضيلتك وما اعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك ولكنك استبددت علينا بالامر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يكلم ابا بكر حتى فاضت عينا ابي بكر فلما تكلم ابو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي واما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الاموال فاني لم ال فيها عن الحق ولم اترك امرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الا صنعته فقال علي لابي بكر موعدك العشيه للبيعه فلما صلى ابو بكر صلاه الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شان علي وتخلفه عن البيعه وعذره بالذي اعتذر اليه ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الامر المعروف. حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا، وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة عن عائشة، ان فاطمة والعباس اتيا ابا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله. صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان ارضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما ابو بكر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمثل معنى حديث عقيل عن الزهري غير انه قال ثم قام علي فعظم من حق ابي بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت، فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمر المعروف. وحدثنا ابن نمير، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي حا، وحدثنا زهير بن حرب، والحسن بن علي الحلواني. قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم: حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب: اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ابا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه فقال لها ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه قالت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سته اشهر وكانت فاطمه تسال ابا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينه فابى ابو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به اني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ فاما صدقته بالمدينه فدفعها عمر الى علي وعباس فغلبه عليها علي واما خيبر وفدك فامسكهما عمر وقال هما صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وامرهما الى من ولي الامر قال فهما على ذلك الى اليوم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤونه عاملي فهو صدقه. حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي حدثنا سفيان عن ابي الزناد بهذا الإسناد نحوه وحدثني ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم، قال يحيى: أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. حدثناه ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله ولم يذكر في النفل. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار، حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر، حا وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل هو سماك للحنفي، حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم الف واصحابه ثلاثمائه وتسعه عشر رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبله ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم ات ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبله حتى سقط رداؤه عن منكبيه فاتاه ابو بكر فاخذ رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك فانزل الله عز وجل اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين فامده الله بالملائكه قال ابو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في اثر رجل من المشركين امامه اذ سمع ضربه بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول اقدم حيزوم فنظر الى المشرك امامه فخر مستلقيا فنظر اليه فاذا هو قد خطم انفه وشق وجهه كضربه السوط فاخضر ذلك اجمع فجاء الانصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثه فقتلوا يومئذ سبعين وأثروا سبعين. قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أثروا الأسارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية. فتكون لنا قوه على الكفار فعسى الله ان يهديهم للاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول الله ما ارى الذي راى ابو بكر ولكني ارى ان تمكنا فنضرب اعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل: "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم." باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي يا محمد خير ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامه قال ما قلت لك ان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلقوا ثمامه فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي والله ما كان من دين ابغض الي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله الي. والله ما كان من بلد أبغض الي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها الي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكه قال له قائل اصبوت فقال لا ولكني اسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا ياتيكم من اليمامه حبه حنطه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو بكر الحنفي حدثني عبد الحميد بن جعفر، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي، سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث، إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل ذا دم باب إجلاء اليهود من الحجاز حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك اريد. فقال لهم الثالثة: فقال: اعلموا انما الارض لله ورسوله، واني اريد ان اجليكم من هذه الارض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، والا فاعلموا ان الارض لله ورسوله. وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. وحدثني أبو الطاهر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد، هذا الحديث، وحديث ابن جريج أكثر وأتم. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج: حا وحدثني محمد بن رافع واللفظ له: حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج: اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: اخبرني عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، أخبرنا سفيان الثوري، حا، وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، وهو ابن عبيد الله، كلاهما عن أبي الزبير. بهذا الاسناد مثله. باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز انزال اهل الحصن على حكم حاكم عدل اهل للحكم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار، وألفاظهم متقاربه. قال ابو بكر: حدثنا غندر عن شعبه، وقال الاخران: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا امامه بن سهل بن حنيف قال سمعت ابا سعيد الخدري قال نزل اهل قريظه على حكم سعد بن معاذ فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد فاتاه على حمار فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم او خيركم ثم قال ان هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله وربما قال قضيت بحكم الملك ولم يذكر ابن المثنى وربما قال: قضيت بحكم الملك. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الاسناد، وقال في حديثه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله، وقال مرة: لقد حكمت بحكم الملك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قالت اصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقه رماه في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد يعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل فاتاه جبريل وهو ينفض راسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج اليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين فاشار الى بني قريظه فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تُسبى الذرية والنساء، وتُقسم أموالهم. وحدثنا أبو كُريب حدثنا ابن نُمير، حدثنا هشام قال: قال أبي فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير عن هشام: أخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال: وتحجر كلمه للبرء، فقال: اللهم إنك تعلم ان ليس احد احب الي ان اجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم واخرجوه اللهم فان كان بقي من حرب قريش شيء فابقني اجاهدهم فيك اللهم فاني اظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد معه خيمه من بني غفار الا والدم يسيل اليهم فقالوا يا اهل الخيمه ما هذا الذي ياتينا من قبلكم فاذا سعد جرحه يغذ دما فمات منها وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: فانفجرت من ليلته، فما زال يسيل حتى مات، وزاد في الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر: ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنضير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحملوا لهو الصبور تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قين قاع ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عن فواحدا من الفريقين باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح وحدثني أبو الطاهر وحرمله قالا اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال لما قدم المهاجرون من مكه المدينه قدموا وليس بايديهم شيء وكان الانصار اهل الارض والعقار فقاسمهم الانصار على ان اعطوهم انصاف ثمار اموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونه وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فاخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال اهل خيبر وانصرف الى المدينه رد المهاجرون الى الانصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امي عذاقها واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن، أم أسامة بن زيد، أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه. حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها ثم انكحها زيد بن حارثه ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسه اشهر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الاعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن ابي شيبه حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن ابيه عن انس ان رجلا وقال حامد وابن عبد الاعلى ان الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من ارضه حتى فتحت عليه قريظه والنضير فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان اعطاه قال انس وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله لا نعطيكاهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا ام ايمن اتركيه ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا اله الا هو فجعل يقول كذا حتى اعطاها عشره امثاله او قريبا من عشره امثاله. باب جواز الاكل من طعام الغنيمه في دار الحرب حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعني بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا بهز بن اسد حدثنا شعبه حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رمي الينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لاخذه قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال ابن رافع وابن ابي عمر حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس ان ابا سفيان اخبره من فيه الى فيه قال انطلقت في المده التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينا أنا بالشأم إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فاجلسنا بين يديه فقال ايكم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبي فقال ابو سفيان فقلت انا فاجلسوني بين يديه واجلسوا اصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال له قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: ويم الله؟ لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سلّه كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قلت لا قال ومن يتبعه اشراف الناس ام ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال ايزيدون ام ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل فيه سخطه له قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مده لا ندري ما هو صانع فيها قال فوالله ما امكنني من كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه قال فهل قال هذا القول احد قبله قال قلت لا قال لترجمانه قل له اني سالتك عن حسبه فزعمت انه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في احساب قومها وسالتك هل كان في ابائه ملك فزعمت ان لا فقلت لو كان من ابائه ملك قلت رجل يطلب ملك ابائه وسالتك عن اتباعه اضعفاؤهم ام اشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم اتباع الرسل وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فزعمت ان لا فقد عرفت انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسالتك هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخله سخطه الله فزعمت ان لا وكذلك الايمان اذا خالط بشاشه القلوب وسالتك هل يزيدون او ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسالتك هل قاتلتموه فزعمت انكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبه وسالتك هل يغدر فزعمت انه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسالتك هل قال هذا القول احد قبله فزعمت ان لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله، قلت رجل ائتم بقول قيل قبله، قال: ثم قال: بما يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، قال: إن يكن ما تقول فيه حقا، فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظنه منكم. ولو اني اعلم اني اخلص اليه لاحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأرسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وحدثناه حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد، وزاد في الحديث: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس، مشى من حمص الى ايلياء، شكرا لما ابلاه الله. وقال في الحديث: من محمد عبد الله ورسوله، وقال: اثم اليريسيين، وقال: بداعية الاسلام. باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى ملوك الكفار يدعوهم الى الله عز وجل حدثني يوسف بن حماد المعني حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن انس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل جبار يدعوهم الى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه محمد بن عبد الله الرزي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد، عن قتاده حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي: أخبرني أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة، عن أنس، ولم يذكر، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. باب في غزوة حنين، وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب: اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال قال عباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت انا وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغله له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار، ولى المسلمون مدبرين. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكفها إرادة ألا تسرع. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عباس نادي اصحاب السمره فقال عباس وكان رجلا صيتا فقلت باعلى صوتي اين اصحاب السمره قال فوالله لك ان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفه البقر على اولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار، يقولون يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. قال: ثم قُصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج، يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته، كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرما بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا هزموا ورب محمد قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا، وأمرهم مدبرا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، جميعاً عن عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: فروة بن نعامة الجذامي. وقال انهزموا ورب الكعبه انهزموا ورب الكعبه وزاد في الحديث حتى هزمهم الله قال وكاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته وحدثناه ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري قال اخبرني كثير بن العباس عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث، غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق، قال: قال رجل للبراء: يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال: لا والله. ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرًا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا قومًا رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل فاستنصر وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صفهم. حدثنا أحمد بن جناب المصيصي: حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن ابي اسحاق قال جاء رجل الى البراء فقال اكنتم وليتم يوم حنين يا ابا عماره فقال اشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى ولكنه انطلق اخفاء من الناس وحسر الى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماه فرموهم برشق من نبل، كأنها رجل من جراد، فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك، قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل من قيس افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر وكانت هوازن يومئذ رماه وانا لما حملنا عليهم انكشفوا فاكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. قال: حدثني أبو إسحاق عن البراء. قال: قال له رجل يا ابا عماره فذكر الحديث وهو اقل من حديثهم وهؤلاء اتم حديثا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمه بن عمار حدثني اياس بن سلمه حدثني ابي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلوا ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني فما دريت ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغله ثم قبض قبضه من تراب من الارض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم انسانا الا ملا عينيه ترابا بتلك القبضه فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين باب غزوة الطائف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعاً عن سفيان، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو، قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئاً، فقال: انا قافلون ان شاء الله قال اصحابه نرجع ولم نفتتح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال فغدوا عليه فاصابهم جراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قافلون غدا قال فاعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم باب غزوه بدر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان قال فتكلم ابو بكر فاعرض عنه ثم تكلم عمر فاعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام اسود لبني الحجاج فاخذوه فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن ابي سفيان واصحابه فيقول ما لي علم بابي سفيان ولكن هذا ابو جهل وعتبه وشيبه واميه بن خلف فاذا قال ذلك ضربوه فقال نعم انا اخبركم هذا ابو سفيان فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس، فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال: والذي نفسي بيده، لا تضربوه إذا صدقكم. وتتركوه إذا كذبكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فتح مكة حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيره حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي هريره قال وفدت وفود الى معاويه وذلك في رمضان فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام فكان ابو هريره مما يكثر ان يدعونا الى رحله فقلت الا اصنع طعاما فادعوهم الى رحلي فامرت بطعام يصنع ثم لقيت ابا هريره من العشي فقلت الدعوه عندي الليله فقال سبقتني قلت نعم فدعوتهم فقال ابو هريره الا اعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الانصار ثم ذكر فتح مكه فقال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكه فبعث الزبير على احدى المجنبتين وبعث خالدا على المجنبه الاخرى وبعث ابا عبيده على الحسر فاخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبه قال فنظر فراني فقال ابو هريره قلت لبيك يا رسول الله فقال لا ياتيني الا انصاري زاد غير شيبان فقال اهتف لي بالانصار قال فاطافوا به ووبشت قريش اوباشا لها واتباعا فقالوا نقدم هؤلاء فان كان لهم شيء كنا معهم وان اصيبوا اعطينا الذي سئلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون الى اوباش قريش واتباعهم ثم قال بيديه احداهما على الاخرى ثم قال حتى توافوني بالصفا قال فانطلقنا فما شاء احد منا ان يقتل احدا الا قتله وما احد منهم يوجه الينا شيئا قال فجاء ابو سفيان فقال يا رسول الله ابيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم ثم قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن فقالت الانصار بعضهم لبعض اما الرجل فادركته رغبه في قريته ورافه بعشيرته قال ابو هريره وجاء الوحي وكان اذا جاء الوحي لا يخفى علينا فاذا جاء فليس احد يرفع طرفه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار قالوا لبيك يا رسول الله قال قلتم اما الرجل فادركته رغبه في قريته قالوا قد كان ذاك قال كلا اني عبد الله ورسوله هاجرت الى الله واليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم فاقبلوا اليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا الا الظن بالله وبرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم قال فاقبل الناس الى دار ابي سفيان واغلق الناس ابوابهم قال واقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل الى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت قال فاتى على صنم الى جنب البيت كانوا يعبدونه قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو اخذ بسيه القوس فلما اتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل فلما فرغ من طوافه اتى الصفا فعل عليه حتى نظر الى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء ان يدعو وحدثنيه عبد الله بن هاشم حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الاسناد وزاد في الحديث ثم قال بيديه احداهما على الاخرى احصدوهم حصدا، وقال في الحديث: قالوا: قلنا ذاك يا رسول الله، قال فما اسمي اذا؟ كلا اني عبد الله ورسوله. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا حماد بن سلمه، اخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح، قال: وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه فكانت نوبتي فقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على المجنبه اليمنى وجعل الزبير على المجنبه اليسرى وجعل ابا عبيده على البياذقه وبطن الوادي فقال يا ابا هريره ادعوا للانصار فدعوتهم فجاءوا يهرولون فقال يا معشر الانصار هل ترون أوباش قريش قالوا نعم قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الانصار فاطافوا بالصفا فجاء ابو سفيان فقال يا رسول الله ابيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم قال ابو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن القى السلاح فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن فقالت الانصار اما الرجل فقد اخذته رافه بعشيرته ورغبه في قريته ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم اما الرجل فقد اخذته رافه بعشيرته ورغبه في قريته الا فما اسمي اذن ثلاث مرات انا محمد عبد الله ورسوله هاجرت الى الله واليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا: والله ما قلنا الا ضنا بالله ورسوله. قال: فان الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. باب ازاله الاصنام من حول الكعبه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي شيبه. قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وحول الكعبه ثلاثمائه وستون نصبا فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، زاد بن ابي عمر يوم الفتح. وحدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق. اخبرنا الثوري عن ابن ابي نجيح بهذا الاسناد الى قوله زهوقا ولم يذكر الايه الاخرى، وقال: بدل نصبا صنما باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكه لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم الى يوم القيامه حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا زكرياء بهذا الاسناد وزاد قال ولم يكن اسلم احد من عصاه قريش غير مطيع كان اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا باب صلح الحديبيه في الحديبيه حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كتب علي بن ابي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبيه فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله فقالوا لا تكتب رسول الله فلو نعلم انك رسول الله لم نقاتلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحه فقال ما انا بالذي امحاه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال: وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبيه كتب علي كتابا بينهم قال فكتب محمد رسول الله ثم ذكر بنحو حديث معاذ غير انه لم يذكر في الحديث هذا ما كاتب عليه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي، واحمد بن جناب المصيصي، جميعا عن عيسى بن يونس، واللفظ لاسحاق. اخبرنا عيسى بن يونس، اخبرنا زكرياء عن ابي اسحاق، عن البراء، قال: لما احصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه، قال لعلي: اكتب الشرط بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال له المشركون: لو نعلم انك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فأمر عليا ان يمحاها، فقال علي: لا والله لا امحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارني مكانها، فأراه مكانها، فمحاها وكتب: ابن عبد الله فاقام بها ثلاثه ايام فلما ان كان يوم الثالث قالوا لعلي هذا اخر يوم من شرط صاحبك فامره فليخرج فاخبره بذلك فقال نعم فخرج وقال ابن جناب في روايته مكان تابعناك بايعناك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل اما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم فقال اكتب من محمد رسول الله قالوا لو علمنا انك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم ابيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حا، وحدثنا ابن نمير وتقاربا في اللفظ، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن سياح، حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل، قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين، فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم. لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال اليس قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار قال بلى قال ففيما نعطي الدنيه في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب اني رسول الله ولن يضيعني الله ابدا قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا فاتى ابا بكر فقال يا ابا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله، ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أو فتح قال نعم فطابت نفسه ورجع حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين: أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط، إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه، إلا أمركم هذا. لم يذكر ابن نمير إلى أمر قط وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير حا وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما إلى أمر يفضعنا وحدثني ابراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا ابو اسامه عن مالك بن مغول عن ابي حصين عن ابي وائل قال سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول: اتهموا رايكم على دينكم فلقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه في خصم الا انفجر علينا منه خصم وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده ان انس بن مالك حدثهم قال لما نزلت انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله الى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا وحدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا قتاده قال سمعت أنس بن مالك حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا همام حا وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان جميعا عن قتادة عن أنس نحو حديث ابن أبي عروبة باب الوفاء بالعهد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن جميع حدثنا ابو الطفيل حدثنا حذيفه بن اليمان قال ما منعني ان اشهد بدرا الا اني خرجت انا وابي حسيل قال فاخذنا كفار قريش قالوا انكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد الا المدينه فاخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر. فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. باب غزوة الأحزاب حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال كنا عند حذيفه فقال رجل لو ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وابليت فقال حذيفه انت كنت تفعل ذلك لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الاحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، فلما وليت من عنده، جعلت كانما امشي في حمام حتى اتيتهم فرايت ابا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فاردت ان ارميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لاصبته فرجعت وانا امشي في مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان. باب غزوة أحد، وحدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمه عن علي بن زيد وثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد يوم احد في سبعه من الانصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنه او هو رفيقي في الجنه فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه ايضا فقال من يردهم عنا وله الجنه او هو رفيقي في الجنه فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما انصفنا اصحابنا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه انه سمع سهل بن سعد يسال عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضه على راسه فكانت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن ابي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمه ان الماء لا يزيد الدم الا كثره، اخذت قطعه حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم الصقته بالجرح فاستمسك الدم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبماذا دوي جرحه ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد وجرح وجهه وقال مكان هشمت كسرت. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة حا وحدثنا عمرو بن سواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حا وحدثني محمد بن سهل التميمي، حدثني ابن أبي مريم، حدثنا محمد يعني ابن مطرف كلهم عن أبي حازم، عن سهل بن سعد بهذا الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه، وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه. حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم احد وشج في راسه فجعل يسلط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم الى الله فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن الاعمش بهذا الاسناد غير انه قال فهو ينضح الدم عن جبينه باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير الى رباعيته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من اذى المشركين والمنافقين وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعه فطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع راسه حتى انطلق انسان فاخبر فاطمه فجاءت وهي جويريه فطرحته عنه ثم اقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان اذا دعا دعا ثلاثا واذا سال سال ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بابي جهل بن هشام وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عقبه واميه بن خلف وعقبه بن ابي معيط وذكر السابع ولم احفظه فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رايت الذي سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا الى القليب قليب بدر قال ابو اسحاق الوليد بن عقبه غلط في هذا الحديث حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة، قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور. فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع راسه فجاءت فاطمه فاخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال اللهم عليك الملا من قريش ابا جهل بن هشام وعتبه بن ربيعه وعقبه بن ابي معيط وشيبه بن ربيعه واميه بن خلف او ابي بن خلف شعبة الشاك قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أن أمية أو أبيا تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه وزاد وكان يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاثة. وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولم يشك. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق: عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على ستة نفر من قريش فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح وحرمله بن يحيى وعمر بن سواد العامري والفاظهم متقاربه قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اظلتني فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني فقال ان الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد كلاهما عن ابي عوانه قال يحيى اخبرنا ابو عوانه عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال دميت اصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابن عيينه عن الاسود بن قيس بهذا الاسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت اصبعه حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا سفيان عن الاسود بن قيس انه سمع جندبا يقول أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، واللفظ لابن رافع. قال إسحاق أخبرنا: وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن ادم حدثنا زهير عن الاسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثا فجاءته امراه فقالت يا محمد اني لارجو ان يكون شيطانك قد تركك لم اره قربك منذ ليلتين او ثلاث قال فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الملائي حدثنا سفيان. كلاهما عن الاسود بن قيس بهذا الاسناد نحو حديثهما. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على اذى المنافقين. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه ان اسامه بن زيد اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه اكاف تحته قطيفه فدكيه واردف وراءه اسامه وهو يعود سعد بن عباده في بني الحارث بن الخزرج وذاك قبل وقعه بدر حتى مر بمجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين عبده الاوثان واليهود فيهم عبد الله بن ابي وفي المجلس عبد الله بن رواحه فلما غشيت المجلس عجاجه الدابه خمر عبد الله بن ابي انفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله وقرا عليهم القران فقال عبد الله بن ابي ايها المرء لا احسن من هذا ان كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع الى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحه اغشنا في مجالسنا فانا نحب ذلك قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا ان يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عباده فقال اي سعد الم تسمع الى ما قال ابو حباب يريد عبد الله بن ابي قال كذا وكذا قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك، شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين يعني ابن المثنى، حدثنا ليث عن عقيل، عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله، وزاد، وذلك قبل أن يسلم عبد الله. حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي، حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، قال: فانطلق إليه وركب حمارا، وانطلق المسلمون، وهي أرض سدخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال فغضب لعبد الله رجل من قومه قال فغضب لكل واحد منهما اصحابه قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالايدي وبالنعال قال فبلغنا انها نزلت فيهم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما باب قتل ابي جهل حدثنا علي بن حجر السعدي، أخبرنا إسماعيل يعني بن عليا، حدثنا سليمان التيمي، حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك، قال: فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. قال: وقال أبو مجلز، قال أبو جهل: فلو غير أكّار قتلني. حدثنا حامد بن عمر البكراوي، حدثنا معتمر، قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم لي ما فعل أبو جهل بمثل حديث ابن علية وقول أبي مجلز كما ذكره إسماعيل باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري كلاهما عن ابن عيينه واللفظ للزهري حدثنا سفيان عن عمرو سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمه يا رسول الله اتحب ان اقتله قال نعم قال ذل لي فلاقل قال قل فاتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال ان هذا الرجل قد اراد صدقه وقد عنانا فلما سمعه قال وايضا والله لتملنه قال انا قد اتبعناه الان ونكره ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء يصير امره قال وقد اردت ان تسلفني سلفا قال فما ترهنني قال ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب، أنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: فنعم، ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاؤوا فدعوه ليلا، فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه. فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم فشم، فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم قال فقتلوه باب غزوة خيبر وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحه وانا رديف ابي طلحه فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم واني لارى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القريه قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرار قال وقد خرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا والخميس قال واصبناها عنوه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه حدثنا ثابت عن انس قال كنت ردف ابي طلحه يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتيناهم حين بزغت الشمس وقد اخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال فهزمهم الله عز وجل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور. قال أخبرنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك. قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الاكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فتسيرنا ليلى، فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع: الا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الاقدام ان لاقينا، والقيا سكينة علينا، انا اذا صيح بنا اتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا عامر، قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله، لولا أن تعتنا به قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم قال إن الله فتحها عليكم قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون فقالوا على لحم قال اي لحم قالوا لحم حمر الانسيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهريقوها واكسروها فقال رجل او يهريقوها ويغسلوها فقال او ذاك قال فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فاصاب ركبه عامر فمات منه قال فلما قفلوا قال سلمه وهو اخذ بيدي قال فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال ما لك قلت له فداك ابي وامي زعموا ان عامرا حبط عمله قال من قاله قلت فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري، فقال كذب من قاله، إن له لأجران، وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشابها مثله، وخالف قتيبة محمدا في الحديث في حرفين، وفي رواية ابن عباد، وألق سكينة علينا. وحدثني أبو الطاهر، اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك ان سلمه بن الاكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل اخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه وشكوا في بعض امره قال سلمه فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فقلت يا رسول الله ذل لي ان ارجز لك فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب اعلم ما تقول قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت وانزلن سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والمشركون قد بغوا علينا قال فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت قاله اخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله قال فقلت يا رسول الله ان ناسا ليهابون الصلاه عليه يقولون رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا قال ابن شهاب ثم سالت ابنا لسلمه بن الاكوع فحدثني عن ابيه مثل ذلك غير انه قال حين قلت ان ناسا يهابون الصلاه عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله اجره مرتين واشار باصبعيه باب غزوه الاحزاب وهي الخندق حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا ان الالى قد ابوا علينا قال وربما قال ان الملا قد ابوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا ويرفع بها صوته حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء فذكر مثله إلا أنه قال: إن الأولى قد بغوا علينا. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، عن سهل بن سعد قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق. وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة، عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر اخبرنا شعبه عن قتاده حدثنا انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فأكرم الأنصار والمهاجرة. وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ. قال يحيى أخبرنا وقال شيبان حدثنا عبد الوارث. عن أبي التياح: حدثنا انس بن مالك قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجره وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمه حدثنا ثابت عن انس ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا او قال على الجهاد شك حماد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان الخير خير الاخره فاغفر للأنصار والمهاجرة. باب غزوة ذي قرد وغيرها حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال اخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من اخذها قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه قال فاسمعت ما بين لابتي المدينه ثم اندفعت على وجهي حتى ادركتهم بذي قرد وقد اخذوا يسقون من الماء فجعلت ارميهم بنبلي وكنت راميا واقول انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع فارتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين برده قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله اني قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة، فقال يا ابن الأكوع: ملكت فأسجح. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هاشم بن القاسم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه اخبرنا ابو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثني اياس بن سلمه حدثني ابي قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربع عشرة مئة وعليها خمسون شاة لا ترويها قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبر ركية فإما دعا وإما بسق فيها قال فجاشت فسقينا واستقينا قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة قال فبايعته اول الناس ثم بايع وبايع حتى اذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمه قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في اول الناس قال وايضا قال وراني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح قال فاعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفه او درقه ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس، قال: وأيضا؟ قال: فبايعته الثالثة، ثم قال لي: يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال: قلت يا رسول الله: لقيني عمي عامر عزلا. فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه. وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها، قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة، فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى، وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك، إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفي، ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم، فجعلته ضغثا في يدي. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف. في سبعين من المشركين فنظر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل الله وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم الايه كلها قال ثم خرجنا راجعين الى المدينه فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليله كانه طليعه للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال سلمه فرقيت تلك الليله مرتين او ثلاثا ثم قدمنا المدينه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه وخرجت معه بفرس طلحه انديه مع الظهر فلما اصبحنا اذا عبد الرحمن الفزاري قد اغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه اجمع وقتل راعيه قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فابلغه طلحه بن عبيد الله واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المشركين قد اغاروا على سرحه قال ثم قمت على اكمه فاستقبلت المدينه فناديت ثلاثا يا صباحاه ثم خرجت في اثار القوم ارميهم بالنبل وارتجز اقول انا ابن الاكوعي واليوم يوم الرضع، فألحق رجلا منهم، فأصك سهما في رحله، حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة، فجلست في أصلها، ثم رميته، فعقرت به. حتى اذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت ارديهم بالحجاره قال فما زلت كذلك اتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم ارميهم حتى القوا اكثر من ثلاثين برده وثلاثين رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا الا جعلت عليه اراما من الحجاره يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى اتوا متضايقا من ثنيه فاذا هم قد اتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون وجلست على راس قرن قال الفزاري ما هذا الذي ارى قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في ايدينا قال فليقم اليه نفر منكم اربعه قال فصعد الي منهم اربعه في الجبل قال فلما امكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني قالوا لا ومن انت قال قلت انا سلمه بن الاكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا اطلب رجلا منكم الا ادركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني قال احدهم انا اظن قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رايت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم ان الجنه حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهاده قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق ابو قتاده فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه. يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة قال ويخرجون فيشتدون في ثنية قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغص كتفه قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكره قال واردوا فرسين على ثنياه قال فجئت بهما اسوقهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولحقني عامر بسطيحه فيها مذقه من لبن وسطيحه فيها ماء فتوضات وشربت ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلاتهم عنه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة. وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم. وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال قلت يا رسول الله: خلني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار. فقال يا سلمه أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا. فلما كشفوا جلدها راوا غبارا فقالوا اتاكم القوم فخرجوا هاربين فلما اصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم ابو قتاده وخير رجالتنا سلمه قال ثم اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق فجعل يعيد ذلك قال فلما سمعت كلامه قلت اما تكرم كريما ولا تهاب شريفا قال لا الا ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله بابي وامي ذرني فلاسابق الرجل قال ان شئت قال قلت اذهب اليك وثنيت رجلي فطفرت فعدوت قال فربطت عليه شرفا او شرفين استبقي نفسي ثم عدوت في اثره فربطت عليه شرفا او شرفين ثم اني رفعت حتى الحقه قال فاصكه بين كتفيه قال قلت قد سبقت والله قال انا اظن قال فسبقته الى المدينه قال فوالله ما لبثنا الا ثلاث ليال حتى خرجنا الى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الاقدام ان لاقينا وانزلا سكينه علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال انا عامر قال غفر لك ربك قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسان يخصه الا استشهد قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل الله يا نبي الله لولا متعتنا بعامر قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهبوا قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمه فخرجت فاذا نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قال قلت ناس من اصحابك قال كذب من قال ذلك بل له اجره مرتين، ثم ارسلني الى علي وهو ارمد، فقال لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، او يحبه الله ورسوله، قال فاتيت عليا فجئت به اقوده وهو ارمد، حتى اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه فبرأ، واعطاه الراية. وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه قال ابراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمه بن عمار بهذا الحديث بطوله وحدثنا احمد بن يوسف الازدي السلمي حدثنا النضر بن محمد عن عكرمه بن عمار بهذا باب قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم، الآية. حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين، يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم باب غزوة النساء مع الرجال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان ام سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فراها ابو طلحه فقال يا رسول الله هذه ام سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمه اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك في قصه ام سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا عبد الله بن عمرو، وهو أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب، عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم احد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفه قال وكان ابو طلحه رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين او ثلاثا قال فكان الرجل يمر معه الجعبه من النبل فيقول انثرها لابي طلحه قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم فيقول ابو طلحه يا نبي الله بابي انت وامي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك قال ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم وانهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان اهل الحرب، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني بن بلال، عن جعفر بن محمد عن ابيه، عن يزيد بن هرمز، ان نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة، أما بعد، فاخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب اليه ابن عباس كتبت تسالني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمه واما بسهم فلم يضرب لهن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسالني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري ان الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال غير أن في حديث حاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبوري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليثم، وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء، إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وإنا زعمنا أنهم، فأبى ذلك علينا قومنا. وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي، حدثنا سفيان حدثنا اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز، قال كتب نجدة إلى ابن عباس، وساق الحديث بمثله. قال أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن بشر، حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي. قال: سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز: حا، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له. قال: حدثنا بهز. حدثنا جرير بن حازم حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين، قال فكتب إليه. انك سالت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم وانا كنا نرى ان قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فابى ذلك علينا قومنا وسالت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وانه اذا بلغ النكاح واونس منه رشد ودفع اليه ماله فقد انقضى يتمه وسالت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين احدا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم احدا وانت فلا تقتل منهم احدا الا ان تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله وسالت عن المراه والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. وحدثني أبو قريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا زائدة، حدثنا سليمان الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس، فذكر بعض الحديث ولم يتم القصه كإتمام من ذكرنا حديثهم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام، عن حفصه بنت سيرين، عن ام عطيه الانصاريه، قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات اخلفهم في رحالهم. فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد نحوه. باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي اسحاق ان عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى قال فلقيت يومئذ زيد بن ارقم وقال ليس بيني وبينه غير رجل او بيني وبينه رجل قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسع عشرة فقلت كم غزوت أنت معه؟ قال سبع عشرة غزوة، قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشير، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير عن أبي إسحاق، عن زيد بن أرقم سمعه منه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة. قال جابر: لم اشهد بدرا ولا احدا منعني ابي. فلما قتل عبد الله يوم احد لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا زيد بن الحباب حا وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي. حدثنا أبو تميلة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن ولم يقل أبو بكر منهن وقال في حديثه حدثني عبد الله بن بريدة وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات، مرة علينا أبو بكر، ومرة علينا أسامة بن زيد. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بهذا الإسناد، غير أنه قال في كلتيهما سبع غزوات. باب غزوة ذات الرقاع حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه قال فنقبت اقدامنا فنقبت قدماي وسقطت اظفاري فكنا نلف على ارجلنا الخرق فسميت غزوه ذات الرقاع لما كنا نعصب على ارجلنا من الخرق قال ابو برده فحدث ابو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال كانه كره ان يكون شيئا من عمله افشاح قال أبو أسامة: وزادني غير بريد، والله يجزي به. باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك حا، وحدثنيه أبو الطاهر واللفظ له. حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس، عن الفضيل بن أبي عبد الله. عن عبد الله بن نيار الاسلمي عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحره الوبره ادركه رجل قد كان يذكر منه جراه ونجده ففرح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راوه فلما ادركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لاتبعك واصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن استعين بمشرك قالت ثم مضى حتى اذا كنا بالشجره ادركه الرجل فقال له كما قال اول مره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اول مره قال فارجع فلن استعين بمشرك قال ثم رجع فادركه بالبيداء فقال له كما قال اول مره تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق